ثمرة العمل. كثيرا ما يحدث في حياتنا نحن بني البشر أنها لا تسير وفق ما نشتهي ونتوقع، وقد تحدث حادثة غير متوقعة وتغير مستقبلنا. كانت حياتي بسيطة جدا، بيت صغير جدا، بماذا أصفه؟ من الأفضل أن تنظروا بأنفسكم. نعم، هذه البقرة الحلوب كل ما أملك، وفي الواقع هي رأس مال معيشتي، حيث أبيع حليبها، ولا أملك غير ذلك شيئا. لم يكن ذلك ما يعود علي بالكثير من المال. ولكنني كنت راضياً، لا سيما وأنني لم أعرف مهنة وعملاً آخر، كما كنت مقتنعاً بأنني عاجز عن ممارسة الأعمال الأخرى. كنت أملأ وعاء الحليب في كل صباح وأتوجه به إلى السوق على أمل الحصول على بعض المال لنفقة معيشتي. تفضل يا حاج، جئتك بالحليب الطازج. شكراً جزيلاً، خذ وهذا هو حقك، تفضل. شكرا جزيلا، زاد الله في بركة مالك. شكرا. شكرا جزيلا. كنت ما دمت أرى البقرة سالمة تغمرني الراحة والسعادة، كنت متعلقا بها كل التعلق. لم أفكر في لحظة من اللحظات أن يحدث ما لا أتوقعه. تفضل يا سيدي. شكرا. هذا هو الحليب الطازج. جيد، خذ يا ولدي، هذا هو حقك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. حتى حدث أن ذهبت يوماً إلى السوق، وبعد عودتي إلى البيت وقع ما لم يكن في الحسبان. ها؟ ماذا حدث؟ عجزت عن تصديق أن البقرة قد حلت عقالها وهربت. سودت الدنيا بعيني، حيث كانت حياتي قائمة على تلك البقرة، لذلك قررت البحث عنها بما أوتيت من قوة. كلا، ما رأيتها. قصدت المدينة ورحت أسأل كل من ألقاه عن بقرة. كلا، لم أرى. لعل أحدهم قد رآها. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أين أبحث عنها يا ترى؟ لم يبق مكان لم أبحث فيه عنها. وكأنها قد ابتلعتها الأرض. حقا لم أعد أدري أين يجب علي أن أبحث عنها. عفوا سيدي، ألم ترى بقرتي؟ كلا، لم أرها. كان بحثي عنها عديم الفائدة، لم يكن أحد يعرف كم أعاني إلا أنا، فقد كنت أعلم ماذا حل بي من خسارة. انظر
حتى الأطفال باتوا يسخرون مني. لعنة عليكم، اذهبوا من هنا، اذهبوا. لم يعد لي أمل بالعثور على بقرتي، كما أنني لم أكن أملك شيئا من المال ولا صديقا يعينني في حالة تلك. أما الجوع فكان أكثر شيء يؤذيني، ولم يعد في يدي ما أخسره. تعال. يا إلهي ساعدني، لقد صرت بائسا بحق، وصار ضياع بقرتي سببا في كسلي وأن أبقى في البيت، ولكنني مع ذلك كنت أدعو ربي في قلبي لعله يعيد علي البركة. ظننت أن لا أمل ولا رجاء يمكنني أن أرجوه. رحت أمشي في الشوارع والأزقة وألوم نفسي حتى رأيتني واقفا مقابل بيت الإمام الصادق عليه السلام. إلهي لك الحمد. ها هو عليه السلام يخرج من بيته، فذهبت إليه وقصصت عليه كل قصتي وأخبرته بحالة البائسة، وطلبت منه أن يدعو الله لكي يرزقني، ولكن الإمام قال: لن أدعو لك أبدا. وحينما سألته عن السبب قال: لقد أوجب الله السعي للحصول على الرزق، ولكنك تريد أن تجلس في البيت وأن يأتيك رزقك إلى بيتك بالدعاء. فشجعني كلام الإمام هذا على أن أبدأ عملا جديدا وأن أنسى بقرتي. ذهبت إلى السوق وبدأت في العمل. ولكنني كنت أشعر بصعوبة في أي عمل أبدأ به، حتى أنني كنت أيأس أحيانا فأترك العمل. ولكن بعد فترة ومع كل المصاعب التي كنت أواجهها حصلت على مبلغ لا بأس به. خذ، وهذه أجرتك. كنت سعيداً لأنني تخلصت أخيراً من حالة البائسة، حيث تركت الأيام الحزينة وراء ظهري. تفضل. شكراً. تفضل. شكراً جزيلاً. هنيئاً وعافية. بارك الله لك. شكراً لك يا رب. الحمد لله. كنت أذهب في كل صباح إلى العمل، أو أعمل في سوق الحمالين، أو في بساتين النخل أجمع التمر. وفي أحد الأيام حيث كنت مشغولاً بجمع التمر في أعلى النخلة، رأيت شيئاً عجيباً. بقرتي، هذه بقرتي، هي نفسها.
كان العثور على بقرتي معجزة بالنسبة لي، وعلى أي حال كان سعي للرزق ثمرة طيبة أخرى. لقد تعلمت من هذه القصة ومن كلام الإمام الصادق عليه السلام دروسا عظيمة. شكرا لك يا رب، شكرا. إن الله يجعل بركة رزقه بين أيدي الذين يسعون وراء الرزق الحلال.